يا فندم الموضوع بسيط بإذن الله، ثم إحنا عيلة واحدة، ثم شريهان ونيلي بنات عم. يا فندم أنا المعلومات اللي عندي إن نيلي بنت عم لبلبة. آه لا بقصدش كده، لا يا فندم، نيلي بنتي أنا وشريهان بنت عبد الحليم وشادية. عبد الحليم وشادية إيه يا فندم؟ شريهان يا فندم أخت عمر خرشد. يا فندم مش القصد. أنا فاهم حضرتك ببساطة. أخويا عبد الحليم. حضرتك أخو عبد الحليم؟ آه. حضرتك مش شبهه خالص. لا مش عبد الحليم اللي في دماغ حضرتك، عبد الحليم أخويا الله يرحمه اتجوز شادية، خلفه شريهان. خلاص؟ ونيلي بنتي أنا. وأنا عبد الله. حضرتك بقى أكيد عبد الله مشرف. أو فرغلي. هو ستك اسمك إيه؟ أنا تيسير فهمي، كمل. الحقيقة عبد الحليم أخويا ما كانش شقيق يعني، والدي الله يرحمه لما توفى زي ما تقول صلة الرحم ما كانتش قد كده يعني، العلاقات خفت ما بيننا يعني، فتقريبا البنات ما شافوش بعض من ما شافوش بعض خالص. الحياة دي غلطتنا احنا الكبار للأسف يا فندم، يفعلها الآباء ويقع فيها الأبناء. نعم أؤمر. احنا كده مضطرين نعمل صلح، بس الأنسة شريهان ما كانتش عايزة تتصالح. لا ازاي مش موافقة؟ مش موافقة ازاي يا شريهان؟ يعني هترضي انك تحبسي بنت عمك؟ بص يا شريهان، انا هقول لك ثلاث حاجات. الدم عمره ما يبقى مية، والضفر عمره ما يطلع من لحم، وديل الكلب عمره ما بيتعدل. حضرتك نسيت واحدة، ان الحرام عمره ما بيدوم. ده ملوش أي علاقة بموضوعنا يا فندم. يا فندم بجملة عمره. خلاص تمام يا حضرة الظبط، بس بوس ايدك خليني اروح عشان اقلع البرتقانه دي. طيب يبقى حصل خير. نيلي قومي بوسي شريهان وسلمي عليها. نيلي تكلمني بابي؟ اه يا حبيبتي قومي بوسي شريهان وسلمي عليها. شريهان مين؟ بنت عمك. مين دي اللي بنت عمي؟ يا فندم للاسف هما مش هيقدروا يفهموا دلوقتي. حضرتك تقدر تاخد العائله الفنيه بتاعتك وانا هقفل المحضر بمعرفتي. نيلي وبعدين اللي هنعيده هنزيده. الله No way out of the blue كده يطلع لي بنت عم واسمها شريهان وكمان تطلع برتقانة. أنا بكذب مثلا؟ صدقيني يا بنتي دي بنت عمك. No way بنت عمي أنا تبقى الجربوعة دي. ما تحاسبي على كلامك بقى يا حبيبتي، أنا سكتلك من الصبح. استنى أنت جرأية يا أستاذ عبدال، يعني ده جزتنا يا أخويا إن إحنا اتنازلنا؟ هي ما تقصدش. على فكرة أنا أقصد وأقصد قوي، ومين أصلا الست البيئة دي؟ لا 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 جرأية بقى. وبعدين يا استاذ عبد الله ما تعمل كنترول شويه يا اخوي. حاضر هعمل كنترول. نيلي دي الست صباح تبقى خاله شريهان واخت شاديه مرات عبد الحليم. روتانا كلاسيك قوي اللي انت بتقوله ده. يا بنتي عبد الحليم ده يبقى اخويا عمك، انت ازاي مش عارفه؟ هاو مش عارفه لان عمرك ما كلمتني عنه. لا كلمتك عنه بس انت اللي ناسيه. بقول لك ايه يا استاذ عبد الله، احنا ولا عايزينها تفتكرنا ولا عايزين تفتكرك، وكفايه أول حد كده. يلا يا خالتي. لا يلا فين؟ الله انت هتمشي ازاي بالمصدر ده؟ هاو عادي هناخد 41 بشرطه يروحنا لحد البيت. يلا يا خالتي احسن البتاع دي هرشتني جامد. لا يا اختي انا هاخد لك تمنيه مخصوصه هدفع فيه 2 جنيه. يلا استني بس. ايه يا جماعه انا هوصلكم. بابي لو مش مكسوف ومش خايف حد يشوفك ده بيقولوا خالتي ازاي؟ انجوي ات، انا ماشيه مع نفسي. هي على طول يا اخويا مخنوقه كده. انا لما اطلب من حضرتك طلب حضرتك تنفذ الطلب بدون اي تجويد منك. ما تدخلنيش في تفاصيل لو سمحت. اتفضل اديني رئيسك المباشر. ايوه يا فندم. لا يا فندم انا مستاء جدا. يا فندم حضرتك عارف ان انا ضابط شرطة، يعني اهم حاجة عندي الاتقان والاخلاص في العمل. انا عايز حضرتك تتابع الموضوع ده بنفسك. اراجع مع حضرتك بعض التفاصيل. تمام تمام تمام. لا الرز شعرية يا فندم. تمام. الفرخة محمرة زيادة. تمام شكرا شكرا. ليمون مع اصفر. شكرا. زهران أمر فندم انده لي يا ابني البنت اللي عملت الحادثة والشاهد اللي معاها، وتابع لي موضوع الأكل. علم يا فندم. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا مش عايزك تخافي، حقك هجيبهولك بالقانون وانا مسؤول بنفسي. ها احكي لي كده بالتفصيل ايه اللي حصل. حاضر يا فندم. حضرتك انا كنت نازله من الاوتوبيس مروحه على البيت، اصلا كان عندي عيد ميلاد. اه طبعا، كل سنه وانت طيبه، واضح جدا يعني مش عايز التفاصيل قوي دي. ها حاضر، بس حضرتك نزلت من الاوتوبيس رحت على الكشك بتاع الراجل الطيب ده، قلت له عندك لمباده؟ قال لي ما عنديش غير لمباده بالكريمه، وانا ما بحبهاش بالكريمه، اصل حضرتك عارف انها بتحمي على الصدر. انت ما جربتيش اللي بالفراوله؟ جميله جدا يعني، خشي في الموضوع. حاضر يا فندم. قلت له بلاش لمباده، عندك معمول؟ قال لي اه عندي معمول. قلت له بكام المعمول؟ قال لي بجنيه 75. قلت له ليه؟ ده في كل حته بجنيه ونص. ثواني، الكلام ده حصل؟ حصل يا باشا. ايه 75؟ ما هو بجنيه ونص في كل حته. مش هعمل كده تاني. ده ربع جنيه ده ايه؟ خلاص حضرتك انا مسامحاه. كملي. حضرتك انا اديته 2 جنيه، قال لي ما عنديش فك، لازم تاخدي حاجه بربع. قلت له طب عندك توفي؟ قال لي ما عنديش توفي. ما عندكش توفي ليه؟ معلش يا باشا. ما عنديش توفي ليه؟ مش كشك. ما عنديش توفي عشان الشركه ما بتنزلش توفي. اديني اسم الشركه دي. معلش يا حاج. خلاص يا فندم فكك من التوفي وركز معايا يا فندم. معلش. احكي لي بقى خبطتك ازاي؟ كده يا فندم، بيو كده بالظبط. دي اكتبها ولا ارسمها ولا ايه؟ بلاش خبطتك ازاي؟ خبطتك امتى؟ ما حضرتك ما بصيتش في الساعه، ساعتها ما كنتش فاضيه، كنت بعمل حادثه. اوه، خبطتك وانت بتعملي ايه؟ ولا بديله الربع جنيه، ما انا بقول لحضرتك انا دخلت ايدي كده بقى عشان ادور على الربع جنيه، فضلت كتير بقى لغايه ما في الاخر اديته ربع جنيه وهو بس بس. ايه الهبل ده؟ يا زهران عمر يا فندم. اندهلي يا ابن الست اللي بره. وسعي كده؟ ايه وسعي؟ دي انا واقفه في بيتكو. ايه ده؟ خير؟ خير ايه؟ حضرتك اللي عايزني. قوم اقفي. How dare you? I'm fine, thank you. قوم اقفي. حضرتك كلمينا بالعربي. انت جايه هنا متهمه، مش جايه كورس. ربنا يكرمك يا باشا ويعلي مرتبك. على فكره انا وقفت بس عشان بحترم بلدي وبحترم القانون. احكي لنا ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الحاجه دي كانت واقفه في نص الشارع وخبطت لي عربيتي. مش انا اللي خبطتك، انت اللي خبطتيني. انا كنت واقفه عند الراجل. اسكتي خالص، انا بكلم الضابط مش بكلمك انت. ماشي، والضابط ده هو اللي هيجيب لي حقي وينصرني باذن الله. اكيد مش هتكدبني وتصدق دي يعني، كوم اون. اكيد هصدقها هي لانها معاها شاهد. الاستاذه دي كلامها هو كله صح، والهارم دي هي اللي ضربت الكشك بتاعي وخبطتها بالعربيه. انت تكرس خالص. معلش بس قبل ما تكمل التحقيق بتاعك، انت تعرف انت بتتكلم مع مين؟ اه انا عارف انا بتكلم مع مين، بس اللي انا عايز افهمه لك يا فندم ان هنا ما عندناش لا خيار ولا فقوس. انا عارفه الخيار، بس ايه فقوس؟ يعني هنا قدام القانون الكل سواسيه، واللي ليه حق انا هجيبه له من عين التخين. الو، اهو قاعد قدامي. كلم بابي. مش هكلم بابي انا. ها، ولو بابي ده مدير الامن مش هكلمه برضه. مش عايز يتكلم. اوكي باي. طبعا مش عايز اتكلم. عارفه ليه مش عايز اتكلم؟ لان البلد دي اتغيرت خلاص. كفايانا بقى، انتوا فاكرين نفسكوا ايه؟ عشان معاكوا شويه فلوس وشويه سلطه هتمشوا تدوسوا على خلق الله من غير ما حد يحاسبكوا؟ لا يا فندم تمام. ليه عايشين في غابه يا زهران؟ عمر يا فندم. خدها يا ابني على الحجز. ربنا ينصرك زي ما نصرتني يا رب. مش دي يا ابني البرتقانه؟ لا حضرتك ما ينفعش كده، ده ظلم. حضرتك انا خايف. لا صحفيه ما ينفعش تعملوا كده. حرام عليكم. طيب بدي اروح الحجز انت لوحدك. اتفضل. ظلم يا باشا. على الحجز اتفضل. ظلم يا باشا. اتفضل يا فندم اقعدي. ده الفقوس بقى.